أخبار سارة جدا من التعليم تسعد ملايين الطلاب وأولياء الأمور في مصر، فعلا قرارات وأخبار حلوة جدا، ودي طبعا قرارات سيادية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان أخبار سارة جدا للمصريين في الخارج ولجميع الوافدين. تابع معايا الفيديو للآخر عشان توصلك كل الأخبار. في البداية شكرا لحضراتكم على تواصلكم وتواجدكم الدائم في القناة، الحمد لله ده بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف والصادق اللي بتقدم القناة منذ بدايتها منذ سنوات. ما تنساش اللايك واشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الأخبار التعليمية والخدمية على قناتكم التعليمية مستر مان. هنبدأ بخبر، مش هو طبعا الخبر السار، ده خبر عادي لكن برضو هو من ضمن الأخبار الكويسة، وهو مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج. طبعا كان ليه موعد محدد، تم تمديد هذا الموعد، وطبعا دي حاجة كويسة. هنخش بقى في الأخبار السارة اللي انتم مستنيينها مني، هنبدأ بيها وهنتابع مجموعة من الأخبار الحلوة. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعفاء فئة معينة من طلاب الثانوية العامة من امتحانات الثانوية العامة 2022 في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الرياضية التربية الوطنية. وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة 2022، فإن الطلاب المصريين العائدين من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية اللي يلتحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم يتم عفاهم من هذه المواد الدراسية. أنا بحاول أقرأ بسرعة بس عشان ما أطولش عليكم. وكمان وأضافت وزارة التربية والتعليم إن الطلاب المصريين مزدوج الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز، خد بالكم، يجوز إعفائهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصادقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولي الأمر وإقرار كتابي منه، وذلك قبل موعد الامتحانات بشهر على الأقل. وأشارت وزارة التربية والتعليم إن الطلاب غير العرب إذا التحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية التربية الوطنية وتاريخ وجغرافيا، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصادقة بالمواد التي تدرسها ويرفق الطالب باستمارته قرار إلحاقه المنصوص به الإعفاء من هذه المواد أو بعضها. ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية ويعفون من امتحانات في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أو من بعض هذه المواد، والمدرسة مسؤولة عن اختيار الطالب بذلك. طبعا دي أخبار كويسة جدا. الخبر الأهم بقى والقرار الأهم والقرار السائل الأهم، إن السنة دي هتشهد زيادة في أعداد المقبولين بالكليات. أيوة، زيادة في أعداد المقبولين بالكليات. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدولة، وجه وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم إن السنة دي هيتم فتح كليات جديدة. طيب لما بيتم فتح كليات جديدة إيه اللي هيحصل؟ طبعا الأعداد هترتفع. يعني مثلا ناخد مثال صغير، إن عندنا كلية طب بتقبل 500 طالب، لما يتفتح كلية جديدة خالص فبالتالي ال 500 دول بيجوا 1000، يعني احنا كنا هنقبل 500 طالب، لا بيجوا 1000، وهكذا في كل الكليات اللي اصدر على الرئيس عبد الفتاح السيسي ان السنة دي ستشهد فتح كليات جديدة، وخاصة في مجالات التكنولوجية والمجالات الطبية اللي فيها عز. دي الاخبار الحلوة اللي كانت لدينا اليوم.